يسعد مساكم مشاهدينا من جديد، برحب فيكم في برنامجنا خبرياتنا بلا حدود اللي منسلط فيه الضوء على أجمل اللقطات والمواقف في برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني. مفاجآت يارا الحلوة وموضوعية فايا يونان وخفة دم وائل منصور وجمال كارلا أضافوا للمشتركين أجواء رائعة في البرايم الثامن اللي كان موضوعه عن فعل الخير وتحضير أغنية بتجمع المشتركين كلهم. وبزقفة كتير كبيرة منرحب بيارا فايا يونان وائل منصور الحلو بونسوار. انت احمر حلو، ميرسي بوكو. بتجنني من دواي الليلة. انت بتجنني. شو هالاورانج الحلو، شو هالشعرات الحلوين. انت فنان بينشر الضحكة بين الناس، قد ايه هذا الشيء بيعطيك احساس بالرضا؟ لا اكيد طبعا احساس بالرضا، لانه نص الناس عندها اكتئاب دلوقتي. بس يعني هم اتنين اللي بيضحكوني بقى، يارا وفايا. وانا شو وانا مؤدب. انتوا بتنشروا اصلا البسمه على وجوه كل المشاهدين. شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا. ومثل ما بتعرفوا كل مشترك هدفه يحقق النجوميه وبيبذل كل جهده للوصول الها وبيستعد للمواجهه بكل قوته وبلا حدود. اذا لك محمود عن فئه الكوميديا على 75 35 اقل درجه خدتها من ساعه ما جيت، بس الحمد لله. من بدايه البرنامج كنت منتظر حاجه زي كده، لان انا دايما الافكار اللي بعملها حتى لو وصلت للجنه ما بتجيليش الدرجه اللي انا منتظرها، او حتى لو الفيديو عجب اللجنه ما بتجيليش الدرجه اللي انا منتظرها. فكنت متوقع ان هي عاجلا ام اجلا هيجي مره فكره من الافكار ما توصلش بشكل كامل. الان طالع على الستيج ومن التوتر بطني وجعتني، خايف جدا من الفيديو اللي عملته وماني مقتنع به، بالذات لانه الفتره اللي اشتغلت فيها كانت جدا ضيقه. كويس انه كثير مننا فيديوهاتهم سيئه. في البرايم الثامن اللي كان كله حماس ومنافسه بين المشتركين، خلينا نتابع اول شيء شو كان راي يارا عن فعل الخير، وهل من واجب الفنان انه يكون قدوه بمجال فعل الخير؟ عمل الخير من واجباتنا، و يعني المعروف انه لما نعمل عمل خير ما لازم نحكي عنه انه عملنا. بس بما انه الناس بتعتبر الفنان قدوه لإله وبتتبع خطواته، لازم يعني انه نكون اوقات مثال بهالشيء، ندليهم، ندلي الناس على الاشخاص او الجمعيات اللي بحاجه للاهتمام اكثر. كان فانز ديارة موجودين بالبرايم الثامن يمكن لحتى يسمعوا اغنيتها حصريا ببرنامج نجوم بلا حدود. ليكون من جدك تفكر اخالي الجمهور اللي عم بيتابعنا انه بعدك على الوعد. بدي اقول لي اكيد مساء الخير ونتاهل بالفانز اللي موجودين تبعي. ما بنلحق لهم تويت على تويتر. حييكم. وهلا مشاهدينا خلينا نتابع فيديو سمر أمتون من لبنان عن فئه الويلنس وكيف قامت بدورها عن فعل الخير. مجرد التفكير بأعمال خير سابقة بحسسنا بالرغبة بفعل الخير بعد أكتر. وقت نعطي الشخص الآخر من دون مقابل ونشكره على شغله نحسن كتير من صحته النفسية، وأنا حسنت من صحته الجسدية من خلال تقديم الترويقة بتحتوي على ساندويتش حبش مع خضرة غني بالبروتين الألياف والفيتامينات، فواكه غنية بالفيتامينات واللبن غني بالبروتين. هالعناصر الغذائية مهمة كتير للأشخاص اللي بيشتغلوا وبيتعبوا كتير وحتى ما عندهم الوقت يهتموا بأكلهم، فبيتناولوا أكل غير مفيد أو ما بيأكلوا أبداً. وقت قمت بهالمبادرة فسرت لكل شخص الأكل اللي لازم يركز على تناوله كل يوم ليكون عنده الطاقة ليقوم بشغله، لأنه كنت عم لاحظ إنه اللي عم يأكلوه نشويات بكترة مش مغذية أبداً. العمل الخير مع الآخر بحسس الشخص اللي بادر ويلي عم يتلقى بالسعادة، وممكن حتى تترد له هالمبادرة بس بطريقة تانية. المبادرة اللي قدمتها سمر أنطون من خلال محتوى التحدي كانت كتير حلوة وهادفة والفكرة كتير أحلى، لكن لجنة التحكيم دايماً إلها رأيها الخاص وهي اللي بتقرر. بس قبل خلينا نشوف كيف كارلا رحبت بسمر. بونسوار سمر، الشال الاخضر الحلو. جاهزه تسمعي اراء لجنه الحكام؟ جاهزه تسمعي اراء لجنه الحكام؟ جاهزه. هيدا الفيديو بعد ما شفنا فيديو، بس هيدا الفيديو من احلى الفيديو، يعني
يمكن تاني فيديو حلو كتير حبيته، مش بس بيحكي عن عمل خير، بيحكي كمان عن إفادة صحية لأي شخص منا، يعني نحن أكيد بحاجة لهيدا الشيء. وكتير حلو الرسالة بالآخر إنه لما نعمل شيء منيح أكيد رح يرجع لنا، هيدا أهم شيء. مزبوط، شكرا لك. كتير حلو، I like يعني أكيد ده like. ما بعرف إذا سمر اللي كانت لابسته هو لون أخضر أو لون تاني، بس كان كتير حلو. مشاهدينا منروح فاصل وراجعين. مثل ما شفتوا سمر أنطون كانت أول مشتركة في البرايم الثامن، وكان تعليق يارا أنا هذا أكثر فيديو حبيته لليوم. يارا أنت هذا لسه أول فيديو بتشوفيه لليوم. المهم خلينا نروح نشوف شو كان رأي وائل بالفيديو. أنا أكتر حاجة عجبني الكلوزنج بتاع الفيديو في النهاية، نظرة الأمل بتاعتك دي اللي فوق وانت قاعدة، وإنه حد رمالك ثانكيو لاتر من أول بدايتك في نفس نقطة البداية هي نقطة النهاية، عجبني جدا. وعجبني فكرة إن قلتي في الفيديو مبادرة، لأن أنا أي حد كان ممكن يتفرج يقول إنه ممكن تكون ستيج. وائل اكتشف إنه يارا ما انتبهت لشيء بفيديو سمر، خلينا نشوف شو هو. ما ده الحلو إنك قلتي في الفيديو كده، بس في حاجة يارا ما شافتهاش في الفيديو. شو هي؟ إنه سمر كانت لابسة جلوفز وهي بتعمل الأكل. خدتيش بالك؟ أكيد أخدت بالي، ده ما فيش حاجة أنا ما خدتش بالي. لأن هي من ساعة كل ما تشوف حد بياكل لازم تلبس جلوفز. إيه دايماً بتعطي هذه المعلومة، أكيد خاصة بالطعام يعني. الحمد لله عم بعد مش بس غيري. المشتركين اللي بياخدوا النوتس من يارا، أنا كمان باخد. برافو وائل، أنت ما في منك، شكراً لإلك. تمام، ما خدتش بالي يا فندم من ال خدتش بالي من البتاع. معقول يا يارا ما انتبهتي انه سمر حتى كفوف بايدها؟ ومثل ما بتعرفوا انه في اغنيه جمعت كل المشتركين بما فيهم راشد من السعوديه، بس ما شفنا شو كان تعليقه لراشد. بتعرفوا شو انا اكثر شيء ناطره الليله؟ في اغنيه هن حضروها كلهم سوا المشتركين، ناطره شوف اذا راشد رح يغني وكيف بده يغني. غنيت؟ احلى صوت كان صوتي. عن جد؟ سنشوف. شكرا لك راشد. احلى صوت كان صوتي. خليك انت النجم عنا بلا حدود. احلى صوت كان صوتي بلا حدود. احلى صوت كان صوتي بلا حدود. وكمان راشد ما عجبته الاغنيه اللي حضروها المشتركين مع بعض، بس عجبته الاغنيه الثانيه، خلينا نشوف ليش. في الالحان الاخيره اللي اعطانا اياها انه فيها رقص شوي كذا، رقص شوي كذا، رقص شوي كذا، بالعكس عجبتني اكثر من الاولى اللي كانت. بحب الرقص راشد. مشاهدينا منروح فاصل وراجعين. خلينا نتابع كيف كانت اجواء تحضير هالاغنيه بين المشتركين. احنا دلوقتي شبه استقرينا على اللحن الحمد لله، شويه حاجات من عند توني وشويه حاجات من عندنا. متحمس بشكل كبير لبكره طبعا ان احنا نعمل حاجه جميله جدا ان شاء الله. رولا القادره رجعت مع المشتركين لتساعدهم في انجاز الاغنيه، بس خلينا نتابع ونشوف شو قالت. الحان وبالكلمات هي بروفيشنال يعني. يو انا كثير مبسوطه انه رجعت على انتورك، حسيت حالي رجعت هيك بالايام لورا. واللي خلاني اكون مبسوطه اكثر انه وجودي اليوم هون منه كرمال شيء غايه تنافسيه، يعني انا جاي اليوم لحتى ساعد الشباب والصبايا. وبرايك اللحن كيف بده يكون؟ انه اكيد حنعمل لحن ما بده احساس، يعني حنعمل لحن مهضوم كل حدا في غني يعني. طالعين جيتارتش وتسمعين بودكاست. من يبقى بقربي هو ينير دربي، يمسح ويربي يبقيني بأمان.
وجود رولا لتحضير الأغنية ظاهر إنه ما كان مرغوب فيه من بعض المشتركين مثل ما هي حسر. خلينا نتابع. أول واحد يكون نفس ده، بس بعدين تتغير. حسيت عبد الرحمن أول ما جيت هيك كان شوي صغيرة متفاجئة أو شوي ما عاجبه الموضوع، حتى إنه لما طلعت باللحن حسيته دغري انتقدني إنه هذا لازم يكون خارج سبيس تون، بوقت إنه كل اللي حوالي حبوا اللحن وبالعكس كلهم قالوا لي إنه يلا خلينا نكفي فيه. ومنتابع كمان شو قال عبد الرحمن عن اللحن اللي طلعت فيه رولا. يعني ما بدنا فيديو كليب بايخ وواحد ينام وهو عم يتفرج، يعني على قد ما الغنية إذا الغنية ناقصة الفيديو كليب بيتفش الفيديو لفوق. أنا من البداية ما كنت مبسوط إنه رولا رح تجي ورح تساعدنا. ومثل ما قلت لكم مشاهدينا دائما في مفاجآت في برنامج نجوم بلا حدود، خلينا نشوف شو صار مع رولا. يجينا اليوم خبر ونحن قاعدين يا جماعة رولا انسحبت. ها؟ رولا انسحبت؟ شلون انسحبت؟ بانسحاب رولا من تحضير الأغنية بعض المشتركين وصف انسحابها بأنها خيانة، والبعض الآخر قال إنها شخص لا يمكن الاعتماد عليه. خلينا نتابع. تخلي رولا عنا هو بالنسبة لي مفهوم، يعني كأنه خيانة، يعني حطتنا تحت الأمر الواقع وقتلنا باللي ننسحب وما تقدروش تستعملوا اللحن بتاعي وهيك. في الحقيقة هذه رياكشن متوقعة من عندها، هي إنسان لا يعتمد عليه، عملتها مع كذا شخص هنا في البرنامج، حطنا هذا الأمر في مأزق كبير. وبرغم كل اللي صار بس المشتركين كانوا مصرين إنهم رح يقدروا يوصلوا الأغنية. بس رغم كل هذا ورغم تخلي رولا عنا، مثل ما وعدنا الناس رح نسوي أغنية حلوة، شيء رح يفرحون بيها، رح نلقي لحن حلو ورح نسلم الأغنية حسب الديدلاين اللي معطينا إياه، وهذا رح يكون تحدي ثاني إلنا كلنا. ما في شيء بيصير بلا سبب، راحت رولا بس اللي جاي هو أهم بكتير من رولا، ورح نطلع بشي كتير حلو. الشمس عاد الشروق لو مدت إيد العون والدنيا هتتلون بيتلون ولون، الشمس عاد الشروق لو مدت إيد العون والدنيا هتتلون بيتلون ولون. أكيد رولا كان إلها أسبابها الخاصة إنه تنسحب وما تشارك بالأغنية. كل التوفيق إلك يا رولا. لهون مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، كنت معكم أنا لوريس حراني، تصبحوا على ألف خير.